وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. حقيقة يعني حتى لا أطيل عليكم في الوقت، الساعة الآن 11 إلى ربع، يعني هي كلمات بسيطة ليست محاضرة بالمعنى التقليدي للمحاضرة، ولكن هي وجهة نظر وفضفضة مع أحبابي في الله. أولا، لا يخفى على أحد منكم قيمة التعليم، قيمة التعليم في الإسلام وفي الأمة. وحقيقة نحن نحتاج إلى التأكيد على هويتنا الإسلامية، على هويتنا العربية. إن كنا نعيش في فرنسا أو نعيش حتى في الفضاء الخارجي، فلا بد أن نتمسك بهويتنا، هويتنا الإسلامية الحقيقية السمحة العادلة الوسطية. لا نريد إفراطا ولا نريد تفريطا. نحن الآن في المجتمعات الغربية ما بين إفراط أو تفريط، ونفتقد بشدة إلى وسطية محمد صلى الله عليه وسلم، بين تفريط أننا لا نجد من يعلمنا، لا نجد من يؤكد لنا هويتنا، وننسى تماما هويتنا، ويضيع الأبناء، ومنهم من وجدنا ونحن في سفراتنا نجد رجل اسمه جورج أو مايكل، نكتشف أن جده الثالث كان أحمد أو عبد الله، جده أحمد أو عبد الله وجده الثالث، ليس الجد السابع ولا الثامن، ليس من أيام الأندلس ولا، لا، جده الثالث يعني 60 سنة ولا، كان جده أحمد وعبد الله، والابن أصبح جورج ومايكل وإيمانويل. لماذا؟ لأننا فرطنا، لم نجد من يحافظ على هوية هذا الشعب. فهذا التفريط وإفراط أننا نجد من يريد أن يلجأ ويتعلم الإسلام، أين يتعلم؟ لا يجد أمامه إلا رجل لم يحصل من العلم شيئا، مجرد أنه يتكلم عن الإسلام يأخذه في غرف مغلقة وفي غرف مظلمة، يعلمه ما ليس من الإسلام، يعلمه دينا جديدا يحضه على القتل وسفك الدماء، يحضه على التعصب والتشدد والظلامية الشديدة، ويقول له هذا هو الإسلام. فمن المسؤول؟ من المسؤول عن الأجيال القادمة؟ أنتم جميعا أو أغلبكم قد جاء من بلاده ومعه حصيلة من الهوية الإسلامية، حصيلة من الهوية العربية، تعلم في بلاده على الأقل، تربى على مكارم الأخلاق وتعلم بعض أصول الإسلام، وجئت هنا فما زال هذا هو الزاد الذي يدفعك للحفاظ على هويتك. طيب، أبناؤنا الذين ولدوا ها هنا، أطفالنا الذين تربوا ها هنا، من يعلمهم الإسلام؟ هل المدارس الفرنسية والحكومة الفرنسية تعلمهم الإسلام؟ هل نتركهم بين أيدي غير المسلمين يعلمونهم الإسلام؟ إطلاقا. أنت لن تستطيع أن تعلمهم، لن تستطيع وحدك وفي بيتك حتى وإن كنت شديد الحرص أن تحافظ على هذا الولد. الآن الأب والأم والأسرة تعلم وتربي، ولكن الجزء الأكبر
من التربية لم يعد على هذه الثلاثة، لم يعد على الأب والأم والأسرة، إنما أصبح الجزء الأكبر على المدرسة وعلى الشارع وعلى الإعلام. المدرسة تربي، الشارع يربي، أصدقائه الذين يتعرف عليهم يربي، الإعلام يربي. الإعلام المفتوح والسماوات المفتوحة، من الذي سيمنع ولدك من أن يشاهد ما لا تحب أنت أن يشاهده الولد؟ سيخرج إلى الشارع ويجلس مع أصدقائه ويشاهد ما لا تحب ويمارس ما لا تحب. لابد أن نعلم أن هناك وسائل جديدة غير الأب والأم والأسرة للتربية. الطفل الذي يولد في بلاد الغرب ولا يجد هويته الإسلامية، من المسؤول عنه؟ من المسؤول عن فقدان جيلنا الثاني أو الثالث؟ نحن الآن أصبح عندنا الجيل الثالث، أليس كذلك؟ وعشر أعوام ويكون عندنا الجيل الرابع. من المسؤول عن ضياع هوية هذا الجيل؟ أنتم، أنتم مسؤولون عن ضياع هوية هذا الجيل. كل طفل مسلم وكل طفلة مسلمة، هذه فتوى، كل طفل مسلم وكل طفلة مسلمة تولد في هذه البلاد من أب وأم مسلمة ولا يجد هؤلاء الأطفال وسائل لتربيتهم ولا يجد مدارس لتعليمهم هويتهم الإسلامية، فإن ضاعوا وضاعت هويتهم فأنتم المسؤولون أيها الأباء، أنتم المسؤولون أمام الله عز وجل، لأن هذا الطفل لا يستطيع أن يبني مدرسة، ليس في يده قرار أن يعود إلى بلاده. أنت الأب، أنت الجد، أنت الأخ الأكبر، مسؤول أمام الله عز وجل. كل طفل لا يجد مدرسة ووسيلة من وسائل التربية ويضيع في هويته، كلنا مسؤولون عن هذا. والفتوى من رابطة علماء أهل السنة، من المجمع الأوروبي للإفتاء، من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الفتوى أن بناء المدارس في أوروبا، المدارس العربية الإسلامية، ليست المدارس التي تحفظ القرآن فقط، ليست المدارس التي تعلم الشريعة فقط، لا، المدارس التي تدرس المنهج الفرنسي وتدرس العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية. نريد مدرسة يتخرج منها الطالب ليلتحق بكلية الطب في السوربون أو في ليون أو في أي جامعة. الفتوى أن بناء هذه المدارس والإنفاق على هذه المدارس أوجب من الإنفاق على المساجد، أوجب من الإنفاق على المساجد. فرنسا مليئة بالمساجد، لا نحتاج مساجد، وحتى إن كانت المساجد قليلة يمكنك أن تؤدي عبادتك في بيتك، في الشارع، في الطريق، في أي مكان. ولكن هل يستطيع أحد أن يعلم ابتدائي وإعدادي وثانوي في الشارع في بيتي؟ غيرنا من أصحاب الديانات الأخرى عندهم آلاف المساجد. أعلم أن في فرنسا وفي ألمانيا أن اليهود لكل 1000 منهم مدرسة، إذا كانوا 50,000 فهناك 50 مدرسة، أو كما تقولون 50 مدرسة. نحن أظن في فرنسا كلها لا يوجد للمسلمين الذين يبلغ تعدادهم فوق 6 مليون أو 7 مليون، لا يوجد إلا 6 مدارس فقط، 6 مدارس، يعني لكل 1,000,000
مدرسة، في حين أن لكل الإحصائية تقول أن لكل 5000 مسلم مسجد. عدد المساجد في فرنسا لو قسمنا عليها عدد المسلمين لكل 5000 مسلم مسجد. الهرم مقلوب أيها الأحباب، الهرم مقلوب. أنتم مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذا الجيل الذي ينشأ ولا يجد مدارس. كل بنت، كل فتاة لا تذهب إلى المدرسة بسبب أن القانون يجعلها تخلع الحجاب وهي لا تريد أن تخلع حجابها، أنتم مسؤولون عن فشلها، أنتم مسؤولون عن جهلها، لأنكم تستطيعون أن تبنوا مدارس وتنشئوا مدارس تعلم هذه الفتيات المسلمات بحجابهن، ويخرجن من المدرسة وقد تعلمنا وحافظنا على هويتهن. فهذه مسؤولية أضعها بين رقابكم. وحقيقة هذا المشروع منذ سنوات وأنا أتكلم مع الإخوة، سواء كان الإخوة المغاربة ولا الجزائريين ولا المصريين ولا التوانسة، أتحدث معهم في قيمة هذا المشروع منذ سنوات، لأني أريد أن أعذر إلى الله عز وجل. فأنا ما دمت قد جئت إلى أوروبا واطلعت على أحوال المسلمين وجب علي أن أنبه، وأخذت أقاتل مع الإخوة. فلما علمت بهذا المشروع والله ثم والله كانت سعادتي سعادة غامرة. اليوم عندنا في القاهرة مليونية، وكان يجب علي أن أكون في ميدان التحرير والإخوة يتصلون وأنا على التليفون مباشرة من الصباح. وقيمة هذا المشروع جعلتني أترك ميدان التحرير وآتي إليكم من أجل هذا المشروع، لأني كنت اتفقت مع الإخوة على هذا الموعد قبل أن نحدد موعد ميدان التحرير. هذا الأمر لا يقل عندي أهمية عما يحدث في مصر. فهذه الأيام أيها الأحباب تشهد تغييراً جذرياً عند المسلمين، تغييراً سلمياً، تغييراً في كل ما مضى. أنتم أيضاً يجب أن تتغيروا، تغيركم هذا أن تتفاعلوا وتبنوا وتقدموا. لا أحد يقسمنا إلى مغاربة ولا جزائريين ولا تونس ولا ليبيين. أحبتي في الله، الأيام القادمة ستشهد مولد الولايات المتحدة العربية. أقولها وأنا أعلم ماذا أقول، وستذكرون هذا اليوم. لسنا بأقل من الولايات المتحدة الأمريكية، 56 ولاية، يعني 56 دولة اتحدوا وأصبحوا دولة واحدة. لسنا أقل من الاتحاد الأوروبي، يتحدون ليكونوا دولة واحدة. 22 دولة عربية ستتحد وستكون الولايات المتحدة العربية إن شاء الله بأقرب مما تتخيلوا. ونحن أيضا وأنتم هنا في الغرب يجب أن تتهيأوا لهذا اليوم. أقول وكما قلت، تذكروا منذ أظن 2006 كان لي خطبة جمعة في مسجد إيفري، وكنت أتكلم عن توحيد العزة، وقلت لكم انتظروا أعواما قليلة وستشاهدوا وتعيشوا ما يحدث في بلادنا، وها هو قد حدث. ليس تنبؤا بالغيب ولكنه استقراء للواقع وللتاريخ. وأقول لكم إن الأيام القادمة لن تكتفي بهذه الثورات، وأنا لا أدعو إلى ثورات ولكنني أدعو إلى التغيير. التغيير كل بلد وفقا لطبيعتها ووفقا لمجتمعها. ليس شرطا أبدا أن تكون هناك ثورة، ولكن لا بد أن يكون هناك تغيير، تغيير للحرية والعدالة، تغيير أن نعود إلى أصولنا، إلى ديننا. أنتم هنا يا
يجب عليكم أيضا أن تتغيروا، يجب عليكم أن تنسوا النزعات العرقية. لسنا مغاربة ولسنا جزائريين ولسنا مصريين ولسنا توانسة، نحن مسلمون عرب، نحن مسلمون عرب، ربنا واحد، نبينا واحد، ديننا واحد، قرآننا واحد، سنة نبينا واحدة، لساننا واحد. أبناؤكم إن لم يخرجوا بهذه الهوية الإسلامية والهوية العربية ماذا ستقولون لله عز وجل؟ ولا يزعم أحد أنه فقير، لستم فقراء. من كان عنده قوت 3 ليال ليس بفقير، لا أظن أن أحد منكم ليس له حساب في البنوك، لا أظن أن أحد منكم فقير كفقر الفقراء الذين نعرفهم في بلادنا. إن كنت تعيش هنا فقيرا فأنت تأثم بالحياة هنا، عد إلى بلدك، وفقير في بلدي خير من فقير هنا. أن أكون فقيرا في بلادي أكرم وأشرف من أن أعيش هنا فقيرا. فلا أحد يقول أني فقير، ولا تظن أن العرب أو الخليج سيمد لكم يد العون. لا يظن أحد منكم أننا يمكن أن نذهب إلى السعودية ولا الكويت ولا قطر عشان نجيب شوية فلوس يتبرعوا لهذا المشروع، لن يكون، ولن يعطوكم شيء، ولن نذهب، ولن يذهب أحد منكم. هذه المشاريع إذا لم تقيموها أنتم بأموالكم ما استحققتم أن يقام لكم. هويتكم ودينكم الله عز وجل سيسألكم عنها، الله عز وجل سيسألكم عن الأجيال التي ستأتي بعد 20 سنة و30 سنة، لأنكم إذا لم تؤسسوا لهذا الأمر الآن لن يكون بعد ذلك. إياكم أن يظن أحد أننا يمكن بعد 10 سنوات أو 20 سنة نقيم مشاريع لتحافظ على هويتنا، لأن بعد 20 سنة معظمنا لن يكون موجودا، وسيكون هناك الجيل الذي فقد الهوية أصلا. فهذا هو وقتنا، هويتنا الإسلامية، هويتنا العربية. يتصل بي كثير من الناس يريد صدقة جارية. من أعظم الصدقات الجارية أن تساهم في مثل هذا المشروع، من أعظم الصدقات الجارية. تخيل لو أنك تصدقت ودخل تلميذ إلى هذه المدرسة وخرج منها ودخل الجامعة وتخرج طبيبا مسلما صالحا، هذه صدقة جارية لك. أنجب وتزوج وأنجب وأسخرج أبناؤه ودخلوا إلى هذه المدرسة أو إلى مدارس أخرى، كل هذه الأجيال أنت لك صدقة فيها. يقول الإمام مالك رحمه الله: شر المال ما وضع في البناء ليستطال به. شر المال الذي ينفق في البناء علشان نعليه ونتركه غرف خاوية. وخير المال ما أنفق على فرس في سبيل الله أو على طالب علم. خير المال ما أنفق على فرس في سبيل الله أو على طالب علم. المال الذي تنفقونه في هذا المشروع ينفق على طلبة العلم، وهذا من خير المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة درهما أو دينارا تتصدق به على طالب علم. درهما أو دينارا تتصدق به على طالب علم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه.
فإنما يبخل عن نفسه. هذه القضية أيها الأحباب عندي من الأهمية بما كان، وأقول لكم يعني درجة أهميتها أني تركت ميدان التحرير في هذا اليوم، تركت السور الذي بني أمام الصفارة يهد، وأنا الذي كنت ودعوت إلى هدمه، هدمه الشباب اليوم. الحمد لله. فتركت كل هذا وجئت إليكم من أجل هذا المشروع، وأنا شخصيا يعني أتبرع في هذا المشروع، أتبرع في هذا المشروع بأن أقيم دورات للمدرسين الذين يدرسون العلوم الشرعية مجانا وعلى حسابي أنا الشخصي مهما كلفني، ليكونوا حقيقة تلاميذ، يكون حقيقة مدرسين يدرس العلوم الشرعية كما ينبغي. أكرمك الله الشيخ، هذا متبرع به. أكرمك الله الشيخ، جزاك الله عنا كل خير، وفقك الله. الأمر الآخر، أتبرع ويشرفني أن أكون مستشارا أو مشرفا للعلوم الإسلامية في هذه المدرسة مجانا بغير مقابل، إذا كنتم توافقون على ذلك. أتبرع بأن كل مجيء لي إلى فرنسا لهذا المشروع تذاكري وتذاكر سفري على حسابي الشخصي. الله أكبر، تكبير، الله تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر. شيخنا فضلنا وفضل مجموعة من إخوان هذا المشروع على ميدان التحرير، فكبروا ولله الحمد. الله أكبر. فماذا أنتم فاعلون وماذا تقدمون؟ أرجو أن نرى مشروعا ومدرسة عربية إسلامية تدرس المنهج الفرنسي وتدرس العلوم العربية والعلوم الإسلامية، وفي نظامها وفي نظافتها وفي تأسيسها لا تقل إطلاقا عن أعرق مدرسة فرنسية في باريس. نطمع في كرمكم ونطمع في شهامتكم، وهذه نفقة في سبيل الله عز وجل، وهي من أعظم النفقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، لا أجد صراحة الكلمات التي أنطق بها ولو لترجمة معانيها. مفخير مسير الشيخ يتبرع، il fait un don d'être le responsable pédagogique sur la formation, l'organisation des tournées, des formations pour l'ensemble des élèves, des formateurs ou des enseignants. يتبرع، il fait un don d'être notre conseiller sur ses frais. Il fait un don d'être toujours. Vous êtes le bienvenu, Cheikh. مرحبا بك في معهد الامتياز. نحن طلبتك وتلاميذتك. ولكن ستكون لائحة طويلة للمترشحين أساتذة. وعلها ستكون بإذن الله تعالى. بدون إطالة، سيكون لنا لقاء جديد مع شيخنا الكريم. ولكن بدون إطالة، أعطي الكلمة للشيخ الفاضل أستاذ محمد نجار. داعية عرفتموه، خطيب جمعة في مسجد كوباي ثم إبري وداعية ثم خطيب جمعة في مسجد كوباي. إذن توكلنا على الله، تفضل شيخ نجاح. قبل أن يتكلم الشيخ نجاح، يعني أول الغيث قطرة، لم نفتح باب التبرع وجاء أخ يعني بألف يورو، جزاك الله خيرا وشكر الله لكم. أنا على يقين أننا لن نخرج من هنا إلا وقد استكملنا الأموال الناقصة إن شاء الله.